يا شيخ، هل صحيح المؤمن إذا دخل القبر تأتيه حرية فيعني ينقطع عقدها فينظم هذا العقد حتى تقوم الساعة؟ إيش؟ هل صحيح المؤمن إذا دخل القبر وسأله ملكان تأتي حرية فينقطع عقدها فينظم العقد هو وهي حتى تقوم الساعة؟ لا، ما هو صحيح. هذا ليس بصحيح. الصحيح أن الإنسان إذا أدخل في قبره وسأله الملكان وأجاب بالصواب فسح له في قبره، مد البصر وأتاه من روح الجنة ونعيمها، ويأتيه عمله الصالح في أحسن وجه ويبقى عنده. نعم.